ومن الرياضة اللي لازم كلنا نعملها دلوقتي في الجو البرد ده تحديدا عشان نعادل اللي احنا بنعمله. طبعا اول ما الشتاء بيجي كل الناس تقول لك انا مش عارف اقفل بقي، انا طول ما انا ماشي في الشقه عمال اكل، طول ما انا ماشي في الشارع عمال اكل، ما ببطلش اكل. ومش ده مش الناس، ده انا على فكره بالمناسبه. يعني انا فعلا بيجي الشتاء ودايما احنا بنقول كلمه كده، ايه الجواكت بتداري كتير. فبيقولوا ان في اكل صحي بالمناسبه المفروض ان احنا ناكله. بيقولوا يعني الاخصائيين بيقولوا، احنا معانا اخصائي دلوقتي هتتكلم في الموضوع ده، بيقولوا في اكل صحي او في اكل معين كده تاكله في الشتاء. انا ما اعرفش مين اللي حدد، بس معانا بقى رضوى نبيل هي اللي هتقول لنا دلوقتي، اخصائي التغذيه العلاجيه. هل ده فعلا في بيقولوا في اكل يتاكل في الشتاء؟ الكلام ده حقيقي؟ اكتر حاجات بتشبع البروتين، الالياف، النشويات المعقده. فخلينا دايما نصاحب الثلاثه دول في الشتاء. لو احنا بنتكلم على واحد عادي خالص هيصحى الصبح يفطر 2 توست وواحده بيضه وواحد شريحه جبنه جودة او شيدر، وبعدين لا ثواني بقى، تعالي بقى ثواني بقى، واحده واحده كده. لا احنا دلوقتي بنصحى بنجيب الفول والبيض والطعميه والحاجات بتاعتنا دي دلوقتي، صح؟ ايوه. ما هو ده اللي احنا بنفطر بيه كل يوم. ما هو ده بقى الطبيعي. لو عليه اضافات هو ده اللي بيطخ. يعني الفول ده لو قصدك مخلل والحاجات دي، لا زبده زيت. وزيت كتير. يعني احنا مسموح لنا ان احنا نستخدم الزيت والزبده والسمن الفلاحي، لكن هو الكميه قد ايه؟ يعني هرجع برضو اقول لك، لو احنا اكلنا 7 وجبات بس بدون اضافات، يعني بنتكلم مثلا على المشهور قوي دلوقتي البطاطا بالبشاميل. البشاميل دي ممكن تتعمل بكذا طريقه. لو احنا استخدمنا طريقه، طب ما ناكل البطاطا لوحدها كفايه، الحاجات اللي احنا بنعملها مثلا بقيت اليوم مثلا، وهي بتدفي وبتشبع. يعني البطاطا دي انا بشوفها واسرع. لا كمان بشوفها الصراحه يعني في الشتاء ليها مفعول السحر. بالظبط. يعني بغض النظر ان انا الشتاء دي مش ملتزمه، لكن يعني البطاطا من الحاجات اللي هو تحس انك اكلت حاجه حلوه وفي نفس الوقت ما عكتش، انما نحط عليها بشاميل متهيألي كتير يا رب. نسمع راي المختصين عشان مش عارف مفعول السحر ازاي، بس اتفضلي يا فندم. الفكره كلها هرجع اقول لك ان الاضافات سواء كريمه لباني، زبده، بلاقي نوتيلا، بلاقي بعد كده اللوتس، كوبايه سكر، لوتس، كل الكلام ده بيعلي من البطاطايا الواحده 80 سعر، تمام؟ ومعلقه النوتيلا اللي هتحطيها عليها. لكن هي ما بتدخنش، يعني اكلت البطاطا لوحدها مشويه في الفرن عادي خالص كده ما بتدخنش خالص؟ خالص. اكلت 2 3 4. شوف البطاطا ما بتعليش السكر زي البطاطس، ما بتعليش يعني زيها زي ثمره التفاح. ازاي ثمره التفاح بقى بنقول عليها حلال ودي حرام؟ لا، البطاطا طيب حلال. احنا بنتكلم دلوقتي في ان هي تدخن او لا، هل بتشبع بقى؟ بتشبع جدا، يعني نمره واحد في الحاجات اللي بتشبع. بتسال اسئله بديهيه، بتشبع؟ لا والله جربتها ولسه بتشبع. وزود عليها بقى، وزود عليها مكسرات، ممكن نزود عليها معلقه شوفان مضروب في الكبه، ممكن نزود عليها معلقه عسل، مش لازم معلقه، يعني كل واحد على حسب الرغبه. ففي فرديه في الموضوع. الناس اللي بتحطها في الفرن وتعملها كيك، يعني يعملوها يعملوا منها كيك مع الشوفان، رائع. لا مشكله، ما بيعملوش نفس الحوار. السحلب، يعني السحلب احنا بنحط نشا كتير، واحنا ممكن نستخدم بدل النشا الشوفان، وهيديني نفس القوام وهيشبع. واحط الزبيب وجوز الهند شوف احنا بنتكلم على السحلب ده، لو احنا حطينا له بقى لبن كتير ولبن بودره، لان الخلطه اصلها فيها نشا ولبن بودره، و بنتكلم على مكسرات كتير، هو ده اللي بيعلي قوي. بص اقول لك على حاجه، انا بسال على حاجه تكون رخيصه وتدفي وما تتخنش وتشبع. حمص الشام. حمص الشام بيعمل كده؟ ممكن حمص الشام جدا. كل البقوليات معانا، كل البقوليات صاحبتنا في الفتره دي، بقوليات لانها فيها نشويات وبروتين، وعند حضرتك الالياف المعقده في كل الخضار وفي كل الحبوب الكامله. لما نيجي نشتري دلوقتي نشتري حاجات مكتوب عليها حبوب كامله. الحبوب الكامله غير اللي فيها معادن وفيها الياف، هتشبع وهتقعد في الجسم اكتر، في الجهاز الهضمي اكتر، فهتدي لك طاقه لمده اطول. برضو هرجع اقول البهارات، احنا ناسيين قوي البهارات. الشطه بتدفي جدا، الفلفل الاسود، الفلفل الحريف، الحاجات برضو اللي بننساها، الشوربه. خلي شوربه كل حاجه بقى، يعني يا ريت شوربه العظم دي تبقى معانا كل يوم. شوربه الفراخ هتشيلي بس منها الوش شوربة بتاعها، شوربه العظم بالبهاريز بتاعها كده جميله. واخد بالك كل الشوربات معانا، شوربه البصل رائعه دلوقتي، شوربه العدس رائعه. يعني السوب الواحد او البوله 250 سعر ولا حاجه، بس احنا بقى بنحط لها ايه؟ الشعريه كتير، الزبده كتير، الشعريه التخ، البطاطس. الاضافات دي هي الايه؟ هتزود قوي القيمه. طيب لو قارنا ما بين العدس والمحشي،
محشي الكرنب، انت عارفه ان ده الموسم بتاع الكرنب دلوقتي، الكرنب نفسه صابح صح وبيدفي ورخيص مش مكلف. فلو هنقارن حاجات تشبع وبرضو السعرات الحراريه بتاعتها مش عاليه. ايه اللي السعرات بتاعته مش عاليه؟ معلش ما هي انا هستنى تقول لي نكتره ده هتقولي له المحشي سعراته مش عاليه، مستنيه تقول لي من هنا واروح اكل محشي النهارده. الخلطه بتاعه المحشي وهتحط قد ايه سمنه على المحشي؟ اوكي، سواء كرنب سواء ورق عنب، كل الحاجات دي حلال، بس الخلطه هي الفكره اللي انت هتزود بالظبط ازاي هتسويها. بدل ما تحطي مثلا رز كتير، لا هنحط رز بسماتي لو الـ 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 الشخص اوكي مع الرز البسماتي، ممكن نرجع للرز المصري عادي اوكي، بس هنزود بقى الاوراق الخضراء الشبت والبقدونس، وهنزود لحمه مفرومه، ممكن نحط لحمه مفرومه لحم صافي 90% لحم والباقي ده. بس لازم في سمن، لازم يبقى فيه سمنه بس برضو الفكره كلها انت بتحط قد ايه، كم معلقه، وفي الاخر هي هتتحط على الحله كلها فهتتقسم على 4-5 افراد، فبرضو هي الفكره الاضافات اللي احنا بنحطها. عظيم. مع كده بقى ممكن ناخد حاجات زي الرده، قشور السيليوم دي بتشبع كويس قوي. يعني نحطها على ايه؟ نحطها على المشروب بتاعنا. الرده ممكن تتحط على الزبادي بالناس، بالذات الناس اللي عندهم امساك، لان امساك وريجيم دونت ميكس، ما بيمشوش مع بعض. هو يعني خلينا نقول برضو انه معظم الناس بيكون صعب عليها جدا انها تمشي على حتى النظام الغذائي اللي هي ملتزمه بيه طول السنه، في الشتاء الموضوع بيجي ويبوظ شويه. لا بالعكس، نعمل ايه عشان نعوض بقى؟ بالعكس، الشتاء احسن نظام تمشي عليه، لان انت قاعده في البيت، انت قاعده في البيت. ما هو القعده في البيت دي يعني رايحه جايه، لا احسن من تعملي الشارع، تعملي حاجات انا بخاف تكليها. جدا من اكل الشارع اكتر من اكل البيت بكتير، لان اكل البيت انت في الاخر انت متحكمه فيه، متحكمه وبتاكلي الحاجه على هيئتها، على الصوره اللي ربنا خلقها بيه. اما لو دخلنا بقى في البروسيسد فود او الاكل المتصنع اللي عد على كذا مرحله، لا انت بتتكلمي بقى مش بس على تخن، انت بتتكلمي على مقاومه انسولين، يعني بطن، يعني كرش، غير اللي فيهم حاجات مسرطنه، غير اللي فيهم حاجات بتقلل التركيز عند الاطفال. فلا الشتاء حلو جدا وصاحبنا في الرجيم جدا. عظيم. طب انت بتتكلمي عن الاطفال، هل في بقى حاجات معينه، اطعمه معينه الاطفال تاكلها في فصل الشتاء؟ الاطفال لحد سن ال 12 سنه لازم كل يوم بضايه، معرفش دي الامهات بتنسى، لازم كل يوم بضايه. الاطفال هي اللي بترفض لاكتر. حطوهم في الكريب، حطوهم في الوافل، خلي الوافل ده شكل مثلا يعني ياكلها سمكة. على اي شكل. وبعدين البيض بيخش في الكيك. الاطفال ممكن تاكل كيك، ممكن تاكل بالبشاميل بيتحط فيه، يعني البيض. نفس القيمه الغذائيه اللي الطفل بياخدها لو اخد بيضه مسلوقه مثلا او بيضه مقليه، لو اتحطت في كيك نفس القيمه الغذائيه. نفس القيمه الغذائيه. لازم الاطفال اللي في سن النمو اللي هم من سن 4 سنين ل 12 سنه ياخدوا 3 منتجات من الالبان، والمنتجات دي ممكن تبقى ايس كريم، ممكن تبقى رز بلبن، ممكن تبقى كريم كراميل، مش لازم اللبن على هيئته. ممكن تبقى زبادي وانت بتحطي له بقى عليه الفراوله والمعلقه العسل ومعلقه الشوفان، شوفي هو يعني، وخليه هو اللي يعمل بنفسه وهو اللي ينقي الالوان، واديله جايزه لو اكل 5 الوان في اليوم. الخمس الوان قولي له ايه الاكل اللي فيه الاصفر البرتقالي الاحمر الاخضر الابيض والموف، كل الالوان دهيت كل لون ليه مضاد اكسده غير التاني، ليه فايده غير التاني، ليه فيتامينز بتكمل التاني. الاوراق الخضراء مهمه جدا للاطفال، برده الحاجات المهمه جدا اللي احنا ممنوع نحرمها من الولاد، العيش. مش عشان ابني مثلا تخين شويه فمنعه من العيش، بس نوعيه العيش، نوعيه العيش وكميه تبقى العيش كمان، وكميه العيش تبقى حبه كامله. دايما الاطفال بيميلوا للعيش الابيض، يعني ايه حبه كامله؟ لو اتعودوا عليه اللي هو العيش العيش الاسمر بتاعنا، العيش البلدي، كل ما تروح للمخبز نقي اغمق لون من العيش. كل ما يبقى اللون غامق وهنستبعد اللي هو بيغش. اعتقد الدكتورات وهم لو اتعودوا عليه من هم صغيرين الموضوع بيفرق بالزبط. خلاص هو بيحب الطعم ده، ويعني طول ما انت ما بيشوفش في البيت النوع الثاني، او انت بتاكليش قدامه النوع التاني بالزبط. التوجيهات اللي بنقولها لهم نكون احنا بنعملها اصلا. وحتى لو هو بياكل النوع التاني ندخله بقى في الكيكه الشوفان، ندخله في الحمام الفريك، مفيش مشكله. الفريك والبليله والبرغل والحبوب الكامله الشوفان، كل الكلام ده هو لازم 50-50. يعني 50% من النشويات تبقى نشويات اللي هي الابيض، والبني بقى ال 50 التاني. طب انت بتقولي انه سهل نعمل يعني ريجيم اكل معين او نظام اكل معين في الشتاء. قولي للناس روجيتا طيب بيعملوها في الشتاء. هنصحى الصبح
هناخد زي ما بقول لك 2 توست بني او رغيف الا ربع، كل واحد يقلل ربع او ثمن من الكميه اللي هو بياخدها بيبي ستابس كده. هناخد بيضتين معاها، بولت سلطه، وجبنه قريش او جبنه شيدر او جبنه جوده، يعني نحاول ان احنا نميل للاجبان اللي لونها ابيض اكتر. بعد ساعتين او بعد ساعه هناخد المشروب بتاعنا سواء بلبن خالي الدسم او كامل الدسم. انا بشجع كامل الدسم قولا واحدا، اللي بياخدوا خالي بس هم اللي عندهم امراض قلب او دهون الدم عاليه عندهم. يعني ده معناه بما انك بتقولي نروح للجبن البيضاء انه سندوتش الجبنه الرومي اللي بيسيح ده طول الشتاء ده موضوع. ده على فكره نفس طعم الشيدر والجوده نفس طعم الرومي، بس احنا عايزين حاجه مملحه. فبدل ما تاخدي الملح من جبنه رومي خديها من مخلل. المخلل فيها بكتيريا هتنفعك كويس جدا في الجهاز الهضمي وهتخسسك. والمخلل برضو نجيبها من مصدر موثوق. المخلل بيخسس؟ والله مش بيحبس ملح في الجسم وكده؟ بيحبس ملح، بس انت لو اخدتيه من مصدر ملح بتاعه قليل والبكتيريا بتاعته مش ملوثه يعني مفيد. طيب جدا. وصلنا للغدا لا لسه في وجبه ثانيه ممكن ناخد بطاطا. في موجز فلازم نوصل للغدا بسرعه معلش. ممكن ناخد بطاطا او ممكن ناخد نص ذره مشويه. هناخد للغدا قطعتين فراخ او سمكه متوسطه او قطعتين لحمه معاها 10 معالق بسماتي. يا سلام. اوكي او كرومب. هناخد بول السلطه دايما. هناخد بعد كده السحلب او ابو فروه او الحمص الشام. هنتعشى وبالهنا والشفا. عظيم والله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. وزي ما قالت الدكتوره ما فيش حاجه بتتخن من الحاجات دي كلها. براحتكم الدكتوره رضوى نبيل اخصائي التغذيه العلاجيه. شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك يا دكتور.